شو يلي ممكن يدفعنا للاستثمار ببيتكوين؟ سألنا تشات جي بي تي وعرض إلينا الأسباب التالية: إلا مركزية، تعمل بيتكوين على شبكة لا مركزية مما بوفر للمستخدمين مزيد من التحكم في أموالهم. العرض المحدود، تمتلك بيتكوين عرض محدود بيبلغ 21 مليون عملة، ما قد يرفع من قيمتها بمرور الوقت. ارتفاع تبني العملة، اكتسبت بيتكوين قبول من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والحكومات، مما قد يؤدي لزيادة الطلب ورفع الأسعار. إمكانية الوصول العالمية، تسمح بيتكوين بإجراء المعاملات العالمية بدون وسطاء كالبنوك. التبني المبكر، بيمنحك الاستثمار هلأ في بيتكوين إمكانية الدخول مبكراً نسبياً وارتفاع فرصك المستقبلية في تحقيق الأرباح. فهل فكرت يوماً بالاستثمار ببيتكوين؟ وما الذي دفعك لذلك؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.